للصائم قصص وحكاية ذكراها تبقى يا صاحي، فلنحيي الشهر بطاعته ولنبدأ 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 عهد الإصلاح، ونصون النفس نهذبها من بعد غذاء الأرواح. يا شهر الصوم هلا مرحبا أهلا بليالي الأفراح، يا شهر الصوم هلا مرحبا أهلا بليالي الأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة المشاهد خلف الشاشة سيتعجب ويستغرب، خصوصا أن المصور إذا قرب الكاميرا على هذا الكاس وقربها على هذه كما يقولون الطبق الصغير وقربها على هذه وهذه، هذه لا تستغربونها، هذه موية أشربها بسم الله في أول آخر، لأننا في الليل وليالي رمضان. الله قال حل لكم ليلة الصيام الرفث يناسكم، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم حتى وسقطوا وكلوا واشربوا. حنا في الليلة مثلا شو، لكن الليل جميل في هذا المكان الحلو وهالشلال اللي وراء وهالشجرة اللي جنبي، أشياء أنا متأكد أن مشاهد كريم يقول وين إيش وش عنده ذا الجبيلان مجمع أشياء عنده. وأنا أقول بالله التوفيق أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا عبادة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل لنا وشرع لنا عبادة. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم هو المشرع من رب العز والجلال، حيث قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فشرع الله لنا عبادة خفيفة على البدن جدا جدا جدا، ولا تستهلك تلك الطاقة والجهد الذي يستهلك الحاج إلى بيت الله الحرام أو المعتمر إلى بيت الله الحرام أو الصائم في هذه الأيام الفضيلة، حيث يمسك عن الطعام ما يزيد عن 10 أو 12 أو 14 ساعة أو 16 ساعة. نعرف بعض الدول نذهب إليها يعني الإمساك عندهم 16-18 ساعة، يعني جهد ومشقة وعرق يصب وبدن يضعف، ولكن هذه العبادة سهلة جدا و كما يقولون خفيفة على النفس وعلى الروح، وبدليل من القرآن والسنة، لأن العبد ليس له حق أن يتعبد لله إلا بما شرع. فقد أنكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى على من تعبد الله بغير علم، فقال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأي عبادة ليس لها دليل من القرآن والسنة فهي رد، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وعندما جاء الحج قال خذوا عني ما نسيكم، وعندما جاء إلى الصيام نص قرآني أحل لكم ليلة الصيام الرفث كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الليل من هنا وأقبل النهار من هنا فقد أفطر الصائم. كلها أدلة. وأنا سأذكر لك عبادة خفيفة جدا على البدن وسهلة جدا على البدن، وأنا قاعد أرغب وأشوق عشان أصير في حلقة ثانية يجلس المشاهد الكريم وينتظر وش العبادة اللي ما تكلف لا جهد عرق ولا جهد بدن ولا مشقة، بل قد يكون الإنسان مستلقيا يكون مو مستلقيا مستجما خارج بيته وهو فيه عبادة، بهذه العبادة التي شرعها الله بكتابه وذكرها محمد صلى الله عليه وسلم وذكرها كثير من السلف. لأننا نحن نتعبد الله بالدليل، وهذه نعمة من الله. أهل السنة يتعبدون الله بالدليل، يتعبدون بقال الله قال الرسول. فلذلك عندما يسأل سائل خلف الشاشة ويحرجه محرج ويقول لي يا أخي ليش أصلي 3 ركعات المغرب وركعتين الفجر واربع العشاء، ولا بخليها سوا، نخليها 4 الفجر و4 المغرب و4 العشاء وخلاص 4 4 4 في 25 ركعة، ليش ننقص هنا ركعتين وهنا نخلي 3؟ لماذا؟ نقول أن الله تعالى قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول صلى المغرب 3 صلى الصحابة خلفه 3 وصلى العشاء 4 فصلى الصحابة خلفه 4، فعندما سافر جعل الصلاة 2 ركعتين لأنه كان يصلي 2 ركعتين فأقرت في السفر فأخذنا الدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعند دليل هذه العبادة اللي يقول لكم وهي تحيط بالأشياء التي أمامي والتي بجواري حتى التي خلفي، بل حتى الكاميرا لو تدور وتطلع هذه الأشياء وتطلع الكوب الفسيح أنا ما أدري بصور الكاميرا تطلع فوق السماء ولا ما تطلع تبين اللي في السماء. كل هذه عبادة سهلة جدا جدا، وبأشرك بها في الحلقة المقبلة أن المصور الشر اللي ما بقي إلا دقيقة، لكنها عبادة. أوصيك يا مشاهد، أوصيك يا أختي المشاهدة، أوصيك يا من ترى خلف الشاشة حتى لو كنت غير مسلم، لو كنت غير مسلم تفكر بهذه العبادة، لو أنت غير مسلم تذكر هذه العبادة
وستجدها في الحلقة التي بعدها بعد هذه الحلقة بكلمة قلتها سريعة لا تدري عنها، وأقول بسرعة قبل أن تنتهي الحلقة، يا أخي كن معي في الحلقة التي بعدها وستعرف هذه العبادة التي تقربك إلى الله بدون جهد ولا مشقة ولا تعب ولا حرق، بل وأنت مرتاح وأنت منسدح وأنت متمدد وأنت خارج البر. هذا منكم وإليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شهر الصوم هلا مرحبا، أهلا بليالي الأفراح. يا شهر الصوم هلا مرحبا، أهلا بليالي الأفراح. فالنفس تسر بمقدمه كي تحصد كل الأرباح. ذكر وصيام وقيام بالليل وحتى الإصباحِ.